لكن الاهلي بقيمته وبتاريخه ما وصلش للي وصل له يا جماعه الا لان اضاءت طريقه طوال السنين بكثير من الشموع الحمراء. دولة حسين رشدي باشا واحد من رموز النادي الأهلي ورموز المجتمع الوطني المصري. نشوف هذا التقرير. رجل دولة حفر اسمه بأحرف من نور في تاريخ مصر السياسي، ولعب دورا كبيرا في تأسيس نادي الوطنية النادي الأهلي. إنه دولة حسين رشدي باشا من أسرة عريقة بالمناصب، وهو الرجل الذي سجل لنفسه في خدمة بلده صفحة نقية. حسين رشدي باشا من مواليد القاهرة عام 1836، تلقى العلم في باريس على نفقة أهله، وحصل على ليسانس الحقوق ثم على الدكتوراه من مدرسة باريس العالية، ونال دبلوم كلية العلوم السياسية من باريس. عاد إلى مصر بناء على استدعاء من الخديوي عباس حلمي الثاني، واشترك في وضع تقرير شامل عن حالة التعليم في مصر، واختير في عام 1908 وزيرا للحقانية ثم وزيرا للمعارف ثم وزيرا للخارجية، قبل أن يتولى منصب رئيس وزراء مصر أربع مرات. ومن مآثره أثناء توليه مجلس الشيوخ رفضه طلب السير ويليام برونيات بتمكين اختصاص الحكم العسكري في البلاد وتوسيعه، كما كان ظهرا لسعد زغلول ورفاقه وقت ثورة عام 1919. ولعب حسين رشدي باشا دورا كبيرا في تأسيس النادي الأهلي، حيث كان أحد المؤسسين، وقام بشراء 40 سهما بقيمة 200 جنيه لتأسيس النادي، وكان عضوا بارزا في اللجنة العليا الأولى التي أدارت النادي، كما كان أحد الذين تولوا رئاسة الجمعية العمومية للقلعة الحمراء. وحاز دولة حسين رشدي باشا على العديد من الأوسمة، منها المجيد الأول والعثماني الأول، ثم أنعم عليه السلطان حسين كامل بالوشاح الأكبر من نشام محمد علي، ووجه إليه رتبة الرئاسة مع لقب صاحب الدولة، كما جاءته الأوسمة والنياشين من أكبر الدول الأوروبية، فأنعمت عليه فرنسا بالليغان دونور من درجة غراند أوفيسير، وأنعمت عليه بريطانيا بنيشان القديس ميخائيل وجورج مع لقب سير، وأنعمت عليه إيطاليا بالوشاح الأكبر من نيشان تاج إيطاليا، وكذلك نال الوشاح الأكبر من تاج بروسيا، ووشاحا أكبر من دولة القيصرة في روسيا وغيرها. ولعظم ثقة الملك فؤاد به وبمقدرته وكفاءته، أسند إليه رئاسة سن قانون الدستور للبرلمان المصري رغم ضعفه وانحراف صحته وقت ذاك، كما كان صاحب شعار استقلال الجامعة عن الحكومة. ووافته المنية في 14 من مارس عام 1928 بعد مشوار طويل حافل من العطاء لمصر وللنادي الأهلي.